هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. ديون العراق. يتجه مستقبل العراق الاقتصادي نحو الانهيار والمجهول عاما بعد آخر، وذلك مع تزايد حجم الديون الخارجية والداخلية عليه، إذ يؤكد اقتصاديون تجاوز حجم الديون المتراكمة حاجز 100 مليار دولار، أغلبها ثمار العمل السياسي ما بعد عام 2003 وفشل الحكومة المتعاقبة في إدارة الدولة اقتصاديا. في العرف الاقتصادي تلجأ الدول عادة إلى الاقتراض عندما تكون إيراداتها العامة عاجزة عن تغطية النفقات التي تتطلبها الأحوال الطارئة مثل الحرب والتضخم لتمويل مشاريع التنمية. إلا أن مسودة الموازنة لعام 2021 والتي صوت عليها البرلمان مؤخرا ثبتت فيها العديد من القروض الخارجية التي تثقل كاهل البلاد اقتصاديا وتلزمه بدفع مستحقات الديون حتى عام 2048 مع الفوائد المترتبة عليها. نجح العراق عام 2004 في شطب نحو 100 مليار دولار أمريكي من ديونه، وذلك على خلفية توقيع اتفاقية نادي باريس، كما يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، والذي وصف تلك الاتفاقية بالمعيارية لحل الديون السيادية المترتبة بذمة العراق ل 65 دولة، منها 19 دولة كانت ضمن نادي باريس. وكشف الخبير الاقتصادي أن الديون الداخلية والخارجية بلغت 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار معلقة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تراكم الديون بسبب الحرب ضد تنظيم داعش ومشاريع التنمية التي قدمتها بعض الصناديق العالمية، وتبلغ إجمالا 23 مليار دولار واجبة الدفع. وللحكومة العراقية ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون معلقة لثماني دول منها السعودية، إيران، قطر، الإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار. وهذه الدول لم تشطب ديونها على العراق بعد، رغم أنها خاضعة لنادي باريس. من ضمن الاقتراحات لحل أزمة الديون العراقية هو تشكيل مجلس اقتصادي أعلى للبلاد يتكون من ذوي الاختصاصات والخبرة والكفاءة، ومنحه كافة الصلاحيات لمعالجة الأزمات المالية، وعلى رأسها تأمين ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين.